أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نلتقي من جديد استكمالا لحديثنا عن الفيلم الموجود معنا والمعنون بفيلم أريد حلا من بطولة مدحت وفاتن حمامة درية. طلابي في هذا الفيلم واستكمالا للحديث عن الموضوعات الأولى كالطلاق وقانون الأحوال الشخصية تربية الأبناء وغيرها، نستكمل الحديث بفكرة الطبقية في المجتمع المصري، ونجد بأن هناك طبقية من خلال تحليلنا للفيلم وأحداثه وموضوعاته، نجد أن هناك طبقة فقيرة وطبقة غنية ما بين مدحت وما بين درية من حيث الواقع الاجتماعي والواقع السياسي والواقع الاقتصادي. هذا الفرق بين مدحت ودرية أدى إلى مشاكل بعد ذلك في العلاقة الزوجية بينهما، وهذه المشاكل كانت واضحة في الفيلم وفي أحداثه منذ اللحظة الأولى طلابي. لذلك تجد بأن الفيلم ليس متجانسا من حيث طريقة التعبير، طريقة التعامل ما بين مدحت ودرية. أيضا طلابي يعني ركزنا بالموضوعات الملفتة في الفيلم هي تعامل المحكمة، والمحكمة ملزمة بقانون، ولكن كان هناك دسائس إذا صح التعبير من بعض الأشخاص موجودين في المحكمة، أخلاقيات التعامل مع المرأة المطلقة في المجتمع، ليس في المجتمع المصري لوحده وإنما المجتمعات العربية بشكل عام، تجد بأن هناك خلل في التعامل مع المرأة المطلقة أو المرأة الباحثة عن الطلاق. لذلك أنت سترى في الفيلم وأحداثه إضاءات لهذا التعامل. أيضا هناك مبدأ الواسطة والرشوة كما قلنا في الحديث السابق. أيضا طلابي سيكون لنا حديث بحول الله عن الورقة الأولى بيبر 1، سيكون لنا حديث استكمالا لأحاديثنا في الأسابيع الماضية والشهور الماضية عن السؤال الأول VOIV والسؤال الثاني النص وما عليه من إجابات، وكيف سنقوم بحل هذين السؤالين من البيبر 1. راجيا منكم العودة إلى كتاب الأصيل الموجود معكم والتدرب أكثر على طبيعة هذه الأسئلة المرافقة معنا في الأسبوع الثاني، وهي أسئلة مهمة وذات علاقة بالامتحان النهائي للمعهد البريطاني. دمتم طلابي برعاية الله، على أمل اللقاء بكم بعون الله عز وجل في الأسابيع القادمة. شكرا ورعاكم الله طلابي الأعزاء.